بورسعيد بورسعيد صاحبي علاش تحب نحكي لك عليه؟ بورسعيد تشمل برشا حكاية. بورسعيد هذا اللي تشوف فيه وكان جاو واقفين له كما ينبغي، راهو منتزه على هاي. ناقص له في بورسعيد أكثر من اللي تشوفوا فيه، مرتين وثلاثة. أول حاجة وقت اللي نسمع علينا ريح الشرش، الجناح نتاع الحجر هذاك واحد ما ينجمش يمشي لفلوكته، محرم اللي لوح عليه يبل، محرم اللي يصب على الكياس. كي نسم ريح الشلوق اللي كان ما نمشيوش الصقالة الجديدة هذي الأمباير غادي واحد مركز الحرس، لحطب قاتلة فوق الكياس. هذا يا بورسعيد شنو باش نحكي لك عليه؟ دون مناقص ودون الضيق اللي فيه، دون اللي نعانيو فيها احنا، تجيبش تطلع فلوكتك تحب لك خمسة ستة شهور وانت مقيد معناتها بطبلبة، قايد في الكراسة، قايد في الكراسة وما جاش وقتك. قريب باش نوليو احنا بطبلبية معناتها باش نوليو إذا كان باش نوصلوا معناتها كبحارة باش نكرهوا بعضنا على التطليع والتعويم والتغيط. كثرة الزحمة والابتزاز. احنا صعيدة الكل احنا كي نطلبوا حاجة، كي نطلبوا حاجة مانيش عارف، بالك الوحيدين كي نطلبوا حاجة صعيب ياسر باش يلبيوها لنا. ولهذا توا باش نلتجيو كبحارة. كامينا صعيدة كي نطلبوا حاجة صعيب ياسر باش يلبيوها لنا. توا باش نوليو نلتجيو حتى لك الدراري الصغار. إنسي ورجال ومواطنين وسادة ومعلمين وخدامة مرمى اللي هي بلادهم اللي تهمهم الناس كل شو اللي يقول نلتجيو بيهم جاه ربي يعاونونا راه ما سمعنا حد. هذا معقول يا سيدي؟ طلبنا عديد المرات، طلبنا برشا مطالب شفتش مطلب تلبى. طلبنا رافعة جابوا لنا قصديرة شريو الحديد، شريو الحديد طلعنا عليه زوز فلاك تفصص بينه وبين التراكس. هذه الرافعة اللي جابتها لنا دولة كاملة، طلبناها من دولة، احنا ما طلبناهاش مواطن ولا من فيراج، طلبناها معناتها فما ما يقارب على 65 ولا 70% من الإنتاج نتاعهم. تابع برد بولنا ماشي لتبولنا. الإنتاج اللي يرفع راية البرد ويرفع له قيمته احنا قاعدين نرفعوا ويعاونوا به في التبولبية معنا في البولبة. ما عندناش وين باش نهبطوا الحوت، ما عندناش وين باش نعملوا سوق، ما عندناش رافع، ما عندناش برشا حاجة. ربي يوفقكم ونعاونوكم كل اللي نقدروا. وبلاد كاملة معاكم من غير ما تخمم، هذه عام العرايض والوعد بلاد كاملة معاكم شيء مشابه. ربي يعينكم وربي يوفقكم ان شاء الله يسمعونا صح. دولة ان شاء الله، دولة ان شاء الله الدولة تشوف لنا معناتها بعين الاعتبار ان شاء الله اللي فيه الخير الله يسهل فيه.